مسيرة الكرامة تلبية الإنداء التنسيقية الوطنية طلبة المغرب اللي خرجت بواحد البرنامج نضالي، هو برنامج غادي يكون مرحلي ضد واحد التراجعات خطيرة اللي كنعانيو منها في كلية الطب وطب الأسنان بالمغرب. عندنا واحد ملف مطلبي متكامل كيشمل جميع الطلبة، سواء طب الأسنان سواء الطب العام وحتى طلبة الصيدلة اللي راهم دابا حاليا شريك معنا في النضال وإن لم يكونوا معنا في التنسيقية. من بين النقط الأساسية اللي خارجين ضدها حاليا هي النقطة الأول، أول نقطة اللي كنعانيو منها في كلية الطب العمومية وبصفة عامة في الجامعة العمومية هي الخصاصة ديال قطاع التعليم العالي. هذه الخصاصة هذه اللي كتضرب في مبدا الاستحقاق، كتضرب في الحقوق ديال الطلبه في انهم يكون عندهم واحد التكوين اللي لائق. واحد كنشوفوا دابا حاليا بانه ولينا كنقولوا بانه كاين واحد الطب كيسير بسرعتين، واحد السرعه اللي غاديه انها كتوفر جميع الظروف للطلبه ديال الطب الخاص والمعاهد الخاصه باش انهم يلقاو تكوين لائق، في حين انه الطالب ديال الطب ديال كليه الطب العموميه كيعاني من واحد الحيف كبير. القضيه الثانيه انه كاين واحد منظومه ديال الدراسات الجديده، هذه المنظومه ديال الدراسات الجديده لقينا فيها واحد التراجعات كبيره في المضامين ديالها، وحاليا عندنا طلبه اللي راهم في السلك الثاني وعلى اعتاب السلك الثالث وحاليا ما كاينش الصياغه ديال السلك الثالث، لذلك كنعانيو واحد الضبابيه كبيره في النقط ديال السلك الثالث. حاليا الطلبه غاديين نحو المجهول، ما عارفينش راسنا واش شنو التوجه اللي غادي تمشي فيه الدوله في هذا السلك الثالث. كاين لحد الان غير اشاعات، ما كاين حتى شي حاجه. جلسنا هذه واحد تقريبا واحد ثلاثه الاسابيع مع ممثلين عن وزاره التعليم العالي ووزاره الصحه العمداء بالاضافه الى مدراء المستشفيات الجامعيه، ولم ناخذ منهم الا الوعود. كاين وعود ولكن ما كاين حتى شي حاجه اللي ممكن اننا انه هذا الطالب هذا طمئنوا على المستقبل ديالو، طمئنوا على انه كاين يعرف راسه فين غادي. لحد الان كنبقاو غير في الوعود. المساله الثالثه بعدا قبل ما ندوز هي المساله ديال الطلبه ديال السنه السابعه. خرج السنه الماضيه واحد المرسوم اللي لقينا فيه واحد التراجعات كبيره، ولا فيها المبدا الاساسي ديال هذا المرسوم الروح ديالو هي انه سد الخصاص، وكان التكوين ديال الطالب ديال الطب لا يهمهم، المهم بالنسبه لهم هو سد الخصاص، انه اي منطقه عندهم ما عندهمش فيها ما قادريش انهم يمشيو يحطوا فيها طبيب عام اللي بجميع الحقوق ديالو كالتقاعد هذا الخلاص كل شيء، كيجيبوا واحد الطالب كيعطيه واحد المنحه اللي لا تليق بالتكوين ديالو، لا تليق بانه واحد الطالب على اعتاب الدكتوره، وكيعطيه واحد المنحه بائسه، ما كيكونش اللوجمون، ما كتكونش الماكله في اغلب المستشفيات الجهويه والمحليه، وكيجيو يسدوا به الخصاص في المستشفيات في هذه المستشفيات هادو وكذا في المستوصفات، واحيانا كيكونوا مستوصفات اللي ما كيكونش فيهم تطبيب، يعني هذاك الطبيب المتدرب كيكون فصفص للساكنه، يقدر يتعرض للتعنيف، وهذا الشيء وقع مؤخرا في توريره هذه واحد الشهرين، كان واحد تهجم على واحد طبيب شاقور، هجموا عليه ناس في وسط المستوصف فين خدام، وهنا كنسالوا الدوله على مبدا من المبادئ الدستوريه اللي هي مبدا الامن.
اين هو الامن اذا كان الطبيب اللي غادي يجي يخدم في وسط مستوصف ويظن نفسه امنا حتى يجد نفسه عرضه للتهجم ديال العصابات؟ هذه المساله الثالثه. القضيه الاخرى كنشوفوا بلي انه هذه المنحه هذه اللي كتعطيها الطلبه ديال السنه السابعه هي منحه هزيله. 1500 درهم لواحد الطالب في السنه السابعه اللي كيتنقل من مدينه غير المدينه ديالو، هذه لا ترقى للخدمات اللي كيقدمها، لانه اغلبيه المستعجلات باش الشعب يكون عارف راه الاطباء ديال السنه السابعه هما اللي كيشدوهم، ماشي اطباء ديال الدوله، باش تكونوا عارفين. دابا الرساله ديالنا حنايا، الرساله هي انه نحن غاديين في المسيره ديالنا، لن نتراجع على هذا، لن نتراجع في الملف المطلبي ديالنا، وسنسير قدما حتى تحقيق كافه الملف المطالب ديالنا، وما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال. تحيه.